الزعيم عادل إمام غاب عن الساحة الفنية لمدة 3 سنوات وما بقاش بيظهر في أي مسلسل أو فيلم، وبعد ما عود جمهوره إن هو كل سنة بيعمل مسلسل جديد في رمضان اختفى فجأة من على الشاشة وما حدش بقى عارف السبب، وده خلى ناس كتير يطلعوا إشاعات كتير عن اعتزاله للفن، وكل شوية تطلع إشاعة جديدة عن الزعيم وما حدش عارف هو اعتزل الفن بجد ولا إيه. اسم الفنان عادل إمام تصدر محركات البحث على السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة، وده بعد شائعة اعتزاله الفن، ففي ناس قالوا إن هو اعتزل الفن للأبد، وفي ناس قالوا إن هو مش هيقدر يظهر على الشاشة تاني أبداً بسبب تدهور حالته الصحية، خصوصاً إن هو آخر عمل فني شارك فيه كان مسلسل فالنتينو اللي اتعرض في رمضان 2020. وطبعاً زي كل مرة شقيقه المنتج عصام إمام خرج ورد على الشائعات دي وقال إن عادل إمام بصحة جيدة وكذب كل الأنباء المتداولة على اعتزاله الفن، وقال إن كل دي إشاعات لا أساس لها من الصحة، ورد كمان عن شائعات مرضه وقال إن في ناس بتقول إن هو مريض في المستشفى من غير ما تتأكد من الخبر. شقيق الزعيم عادل إمام قال إن عادل إمام بيجيله عروض كتير لكن هو مش بيلاقي الأدوار المناسبة، وأكيد إن هو يرجع للشاشة قريب ويفاجئ جمهوره بعمل فني جديد. دي مش أول شائعة عن اعتزال الزعيم عادل إمام، فمن فترة رواد السوشيال ميديا تداولوا أنباء عن اعتزال الفنان عادل إمام، ووقتها اسم الفنان عادل إمام بقى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ناس كمان قالوا إن الفنان عادل إمام جاله مرض الزهايمر وإنه بسبب المرض ده يعتزل الفن. وفي الفترة اللي فاتت في ناس قالوا إن عادل إمام حالته الصحية تدهورت وما بقاش فاكر أي حاجة، وقرر يقضي أيامه الأخيرة في وسط أولاده وأحفاده بعيداً عن الوسط الفني، وناس كتير ربطوا بين الشائعة دي وبين الشخصية اللي قدمها في فيلم زهايمر، وقالوا إن قصة الفيلم اتحققت على أرض الواقع وإن مرض الزهايمر بيطارد الفنان في الأفلام وفي الحقيقة. وقتها الأنباء دي أثرت قلق كبير بين جمهور الزعيم، وناس كتير افتكرت إن دي نهاية مسيرته الفنية، لكن بعدها الزعيم احتفل بعيد ميلاده في وسط أولاده وأحفاده ورد على الشائعات دي وظهر هو بصحة جيدة. وزي كل مرة شقيقه المنتج عصام إمام رد وقتها وقال إن الناس كل شوية بتطلع شائعات عن الزعيم، ولأن عادل إمام فنان مشهور وليه جمهور فالناس كلها بتقلق لما بتسمع خبر زي ده، وأي شائعة بتطلع عنه بعدها بأيام عادل إمام بيبقى ترند على السوشيال ميديا. لكن هل يا ترى عادل إمام هيرجع تاني للساحة الفنية إمتى؟ ويا ترى الدور اللي هيفاجئ بيه جمهوره خلال الفترة اللي جاية؟